برشلونة بعد أداء عقيم بحال الانتصار وفي وسط تكتيك مش مفهوم وأداء مش مفهوم وعشوائية هجومية ودفاعية وعدم وجود حلول إلا إذا لما ميسي يلاقي حل. كيكي سيتيان أداء غريب، تكتيك غريب، فكر غريب، مباراة بيفوز فيها برشلونة لكن بأداء عقيم جدا جدا جدا. هنتكلم في كل حاجة في حلقة النهاردة عن برشلونة ضد أتلتيك بلباو، فهنتكلم في كلام كتير جدا. قبل ما نخش في الحلقه انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان تجي لك حلقات اول باول، ولو سمحت اللي يلاقي جريزمان يسلمه في الامانات. ناخدها واحده واحده وراحه ونتكلم واحده واحده. برشلونة بدأ النهاردة نوعا ما على الورق تشكيل أفضل من تشكيل مباراة إشبيليا ومن تشكيل مباراة ليفانتي. كان التشكيل ده أفضل من التشكيل ده والتشكيل ده وأفضل كمان من تشكيل ليجانس. كان التلات ماتشات اللي فاتوا المباراة دي تشكيل أفضل، بدأ بتير شتيجن بكيب جنبه الإنجليه، بيلعب على الشمال ألبا، على اليمين بيلعب سميدو، ثلاثة في نص الملعب أرطور وبدال وبوسكيتس، قدام بيلعب بجريزمان ناحية الشمال وسواريز وميسي. طب برشلونة بادئ بتشكيل كويس، طب هل هيعمل اداء المطلوب او هيعمل الشكل المطلوب اللي ليه على التشكيله دي؟ ده ما شفناهوش. ليه؟ لان كيكي سيتيان في ظل ان مفيش اي حلول غير ميسي عايز يدخل من العمق. شفنا الشكل ده وشفنا التكتيك ده وشفنا الطريق اللي بيلعب باك اكستين دي قدام اشبيليا وما نجحتش وخرجت المباراه 0-0. النهارده بيكرر تاني لاتلتيك بلباو، في ظل اتلتيك بلباو متكتل جدا في نص الملعب، متكتل جدا في منطقه الجزاء ومباين مساحات جدا وقافل المساحات عليك، لا انت مصمم برده ان انت تخترق من العمق. شفناها في كذا مره، جريزمان نايم في الاوفسايد، ميسي عايز يخترق من العمق بالعافيه، حرفيا بالعافيه، انت مش عارف تخترق من العمق، انت في تكتل دفاعي كبير جدا في العمق، تخترق من العمق ازاي؟ طب حل تاني، اعمل حل تاني، العب على الاطراف يا معلم، اخرج على الاطراف وارفع عرضيات، طيب ماشي، شفناها في لقطه وفي اثنين اللي بيخرج على عرضيات سواء لسميدا او جوردي البا والعرضيات، لما كانت بتترفع كانت بتلاقي سواريز لوحده، اللي انا عارفه ان جريزمان المفروض بيلعب كوينج، اي نعم، لكن في الكور زي دي بيخش كمهاجم تاني. مفروض سيمينو بيجي يرفع عرضيه يخش جريزمان جنب سواريز، قلب بيرفع عرضيه يخش جريزمان جنب سواريز، لكن اللي كنا بنشوفه ان جريزمان بيتحرك كتير، بيجري كتير، بيبذل مجهود لكن على الفاضي ما بيعملش بيه حاجه. ما قدرناش نشوف جريزمان بيدي سرو، بيشوط شوطه، ده راجل انسو فاتي بعد ما جريزمان خرج على طول، انسو فاتي اول ما نزل حط الكوره بدماغه طلعت فوق العرضه، بس حط كوره، لكن جريزمان مفيش، بيتحرك كتير، بيجري كتير، لكن مفيش فعاليه. ميسي طول الشوط بيحاول يخترق من العمق، بيحاول يطعم سواريز، خد يا سواريز، وسواريز نايم في الاوفسايد، نايم حرفيا في الاوفسايد، كل كوره تروح الاوفسايد، فين الحل؟ حتى الحلول اللي ممكن تجي لك من نص الملعب مش عارف ليه تجي لك. ليه؟ لاننا زي ما قلنا وهنفضل نقولها ان العمق مقفول. طب العمق مقفول، انت كمدرب بتفكر قدامك حلين ممكن تلعب عليهم، لا تلعب على الاطراف وتعتمد على الاطراف وتخرج جريزمان وتنزل انسو فاتي من بدايه الشريط الثاني وتلعب على الاطراف، تعتمد على الاطراف كليا، يا اما الحل الثاني انت تلعب كرات طويله، دخل جريزمان جنب سواريز يبقى مهاجم تاني جنب سواريز فعليا، وتسحب لاعب من نص الملعب وتنزل وينج وتحول تشكيل 4-4-2 وتلعب بالشكل ده بقى، خلاص تلعب على الكرات الطويله والكرات الطوليه والكرات العرضيه. لكن انت تفضل واقف مستني ان انت تخترق بالعمق وميسي يلاقي لك حل علشان تجيب جول، مفيش. كان كذا كوره اديتك بالباب وتروح لك، بتروح بكوره مرتده عليك كانت تخطف منك الفوز، لولا ان ربنا ستر، لولا ان تير شتيجن وقف لك جول. عشوائيه هجوميه كبيره جدا، بناء لعبه مش موجود، اختراق مش موجود، عرضيات غير صحيحه، سواء العرضيات صحيحه او غير صحيحه ما بتقابلش حد، فده كل حاجه مش كويسه. تعال في الدفاع، طب على الدفاع الهجوم فيه عشوائيه نوعا ما، الدفاع يبقى منظم، لا مفيش تنظيم دفاعي، ثلاثي نص الملعب مش عارف يعمل شكل دفاع، مش عارف يتراجع ويسند مع قلبين الدفاع، الانجليزي وبيكي كنا بنشوفه كتير جدا تايهين ضد ويليامز. طب برشلونه ايه الحل؟ ايه اللي شايفينه؟ بيلعب شوط كامل عشوائيه تامه هجوميه ودفاعيه. طب هل الشوط الثاني برشلونه هتشوف ليه شكل، هتشوف ليه تكتيك، هتشوف ليه اي حاجه؟
طيب يا معلم خلاص الشوط الاول خلص 0-0 قاعدين مستنيين الشوط الثاني. جمهور برشلونه على السوشيال ميديا في حاله غليان مفيش اداء. هم بيكسبوا بس الجمهور اللي زي جماهير برشلونه هي مش عايزه يفوزوا بس، هي عايزه تشوف اداء في ارض الملعب، عايزه تشوف التيكي تاكا بتاع جوارديولا، عايزه تشوف المهاري اللعيب المهاري، عايزه تشوف الجمله، عايزه تشوف جملتين، عايزه تشوف شوطه، عايزه تشوف كره في العارضه، عايزه تشوف عرضيات صحيحه، عايزه تشوف كوره. اللي جماهير برشلونه متعوده ان هي تشوف كوره، مش متعوده ان هي تلعب كده، مش متعوده ان هي تلعب شغل عقيم وتخسر الفوز وتجري. لا مش عايز ترجع ايام فالفيردي، مش عايز ترجع ايام فالفيردي اللي احنا نخطف جون ونجري او نخطف فوز ونجري. لا هم مش عايزين ده، هم عايزين مدرب يلعب لك كوره. جيك ستين قبل توقف كان بيلعب لك ها يلا يا رجاله، اكيد كان هيفضل هيبقى افضل من فالفيردي، اكيد هو افضل من فالفيردي، بس مفيش تكتيك. الشكل عايزين اللي هو مش عايز، يعني مش بقول لك العب لي طريقه يان كرويف بقى والكره الشامله، لا يا معلم مش عايز كوره شامله، على الاقل العب لي كوره. يعني مش عايز كوره يان كرويف يا عم، مش عايز كوره جوارديولا، بس العب لي كوره، العب لي على الاقل كوره انريكي. لكن انت ما بتلعبش اي حاجه، تعتمد على ميسي بس. ميسي ما لقاش حل عشان تخرج متعادل زي ماتش اشبيليه، لا تخرج متعادل للفريق الخصم يخطف جون ويقلب، ده اللي هنشوفه. طيب يا عم مش الاول خلص 0-0، طب تعالى نشوف الشوط الثاني، هل كريستيانو هيدينا اي لمحه، هيدينا اي حاجه؟ طيب يا معلم خش على الشوط الثاني، خش الشوط الثاني. شفت جديد؟ يعني شايف جديد بقى؟ مثلا في جمله اتلعبت، في لقطه، في مثلا مثلثات بين مثلا بقى الويندو والمهاجم والنص الملعب والباك وبتاعه ومثلثات ولعب ومساحات ضيقه ومساحات واسعه وبتفتح في الملعب وبتعمل كل ده. مفيش حلول عند المدرب. المدرب ما عندوش حلول. انا مش عايز اكسو على كيكي ستين، بس فعلا كيكي ستين ما عندوش حلول. كيكستيان هو كسب النهارده، بس مفيش حلول بقى، مفيش اداء، مفيش تكتيك، مفيش اي حاجه. هو كسب وممكن اتشتم في الفيديو ده في الكومنتس بسبب ان انا بنتقد الفريق، لكن انت مفيش اداء فعلا، ولا بتلعب كوره الشامله، ولا على الاقل بتلعب كوره جوارديولا، ولا بتلعب كوره انريكي. انت قريب جدا من كوره فالفيردي، اللي انت الفريق اللي قدامك اللي متكتل اللي متضايق مساحات اللي بقى قافل الملعب عليك ما بتلاقيش حلول غير لما ميسي يدورك على حل. ولو ميسي ما قدرش يبقى يلاقي حل، ويخلص لك المباراه، هتبقى مباريات برشلونه عقاب شديد جدا على جماهير. بصراحه لو ميسي ما لقاش حل في ظل الاداء اللي احنا بنشوفه لبرشلونه ده يبقى ده عقيم جدا، هتلاقي اداء عقيم جدا بقى. بعد شويه في الشوط الثاني التغييرات ابتدت تشتغل بقى، نزل انسفاتي بدل جريزمان، نزل راكيتيتش بدل بوسكيتس، ابتدى الفريق يتحرك. هو الفريق ما عملش اداء بعد التغييرين دول، لا ابتدى بس يبقى في لعب فردي، ابتدى ان احنا نشوف بقى ايه اداءات فرديه. انسفاتي ياخد الكره ويجري، ريكي اللي نزل قبليهم ياخد الكره ويجري، ميسي يرقص 2 3 ويحاول، لكن مفيش. انت جبت جول من حل من ميسي برضه، ميسي خد الكره وابتدى اللي هو يتحرك بين المدافعين، وابتدى اللي هو يا دوب لمس الكره راكيتيتش، يمسك الكره وطك جول. غير كده انت مش هتلاقي حاجه. راكيتيتش الجول اللي جابه النهارده ممكن يبقى جول ذهبي في نهايه الموسم لو برشلونه خد الليجا في ظل صراع برشلونه والصراع بتاع الليجا والسباق بتاع الليجا اللي صعب قوي على النسخه بتاع برشلونه الحاليه. صراع الليجا اللي فيه برشلونه وريال مدريد صعب جدا على نسخه برشلونه الحاليه. بكره ريال مدريد يبقى افضل من برشلونه بكتير، هل برشلونه هنلاقي له حلول في المباريات اللي جايه؟ هل هنلاقي له حلول ضد اتلتيكو مدريد مثلا الماتشات اللي جايه؟ برشلونه؟ الله اعلم. نسخه برشلونه الحاليه مش عجباني تماما، مش عاجبه اي حد. من جمهور برشلونه. مش عايزين نشوف الكره الشامله، مش عايزين نشوف كوره يوهان كرويف، بس على نشوف كوره لبرشلونه، على نشوف اداء لبرشلونه، مش عايزين نشوف اداءات فرديه. مش عايزين نشوف برشلونه بيعتمد على ميسي لوحده، عايزين اداءات جماعيه. عندنا مثلثات في نص الملعب، شكل دفاعي منظم، شكل هجومي منظم، لكن ما لقاش عشوائيه. انت كان في ايدك النهارده كتير جدا تعمل ستريتشنج للملعب، تعمل ستريتشنج للاتليتيك بالباو وتخليهم يفتحوا لك العمق، وتتعمل ستريتش جامد جدا تخليهم يطلعوا على الاطراف عشان يتفتح لهم عمق لميسي. كده ما كانش بيحصل. انت بتحاول تخترق من العمق غصب عن الاتليتيك بالباو، بقول لكم ايه، انت كابتن العمق انا هخترق. كبر مخك، انا هخترق يعني هخترق.
هتجيبني يمين هتجيبني شمال انا اخترك. ده اللي كنا بنشوفه في كريستيانو. هل بقى بنشوف بقى مثلا يعمل استريتشنج عشان يفتح عمق لميسي عشان ميسي يقدر يخترق؟ ما بنشوفش. برشلونه كسب النهارده ابتعد عن ريال مدريد بثلاث نقط عقبال ما ريال مدريد يلعب بكره، لكن برشلونه مفيش اداء. زي ما كتبت في الثامنيل كده لعقم الكتالوني، برشلونه بيقدم عقم كتالوني حرفيا. بس في الاول لعب كرايه في مباراه برشلونه ضد بيلباو، كرايه برشلونه بشكل عام. قول رايك انت برشلونه في الكومنتس، قول لي هل برشلونه قادر على تحقيق الليجا في نهايه الموسم ولا ريال مدريد هيخطف منه الليجا؟ وقول لي كمان توقعك ايه المباراه اللي برشلونه ممكن يقع فيها في المباراه اللي جايه ويقدم الدوري لريال مدريد. قول لي توقعك، ولو راح على القناه ما تعمل لايك واعمل سبسكرايب قناه واشتراك وفعل الجرس عشان تجي الحلقات اول باول. عايزين نوصل شباب على الاقل 2500 مشترك قبل نهايه سنه 2020. ساعدونا نحقق الحلم دون، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر، وقول لي رايك في الحلقه في الكومنتس. وكان معاكم مصطفى، نشوف الحلقه الجايه. سلام.